بالرقم حتى ينتهي خالد إن شاء الله. يبدو لي انه بيكون عندك ارقام زياده يا خالد، خذ رقمك وعطني الفازه. رقمي معي بس باقي رقمين. طيب خذ الرقم وعطني الباقي. ابشر. واللي بيجي من المتسابقين ياخذ رقمه. ابشر. خله 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 عندك، خله عندك خله عندك. أبشر. خذ رقمك بس. معي رقم. معك الرقم؟ ايه يلا كويس. نتوكل على الله؟ ها قشران متحمس اشوف. قشران؟ شقران؟ ها متحمس ها؟ اي نعم. يلا صاحب رقم واحد حياك الله. يا مرحبا يا شقران. يا مرحبا، اهلا بصاحب الرقم واحد، وان شاء الله دائما تكون رقم واحد وان شاء الله الواحد يصير جنبه صفرين. قول ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. من اليسار ولا من اليمين الصفرين؟ من اليمين. من اليمين. جاهز للسؤال؟ جاهز باذن الله. نشوف على الشاشه مع بعض. السؤال الاول لشقران يقول: كم عدد اسنان القط؟ 30 أو 50؟ ومعك الوقت بدأ 30 ثانية. ركز، والأهم من ذلك قبل أن ينتهي الوقت أعطني أي إجابة إذا كنت ما تعرف ربما تصيب. 15 ثانية معك، أعطني الإجابة سريع. 50. 10 ثواني. 50. 50. 50 أثبت؟ ثبت، لان الاسنان الانسان 50. ثبتنا في اخر الثواني. ايه يا شقران ليش قلت 50؟ لان اسنان الانسان 30. انا عديت الفك العلوي طلع معي 15 فما ادري. 30 للانسان. الانسان بس السؤال للقط. للقط نعم. اكيد ما هو صاير زي الانسان. اكيد ما هو صاير زي الانسان. زي الانسان. واجابتك يا شقران للاسف خاطئه. ومعوض خير هي 30. يلا معوض خير يا شقران.